سجون الموت في العراق، هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي كان نشطاً خلال الساعات القليلة السابقة. أربع تغريدات سنقرأها تباعاً وإياكم أعزائنا المشاهدين، وذيلت بهاشتاج سجون الموت في العراق. البداية من علي الذي كتب: الاعتقال والتهذيب في العراق إرهاب دولة، سجون حكومة الميليشيات في العراق تزدحم بمعتقلين أبرياء لأسباب طائفية وتشابه الأسماء، أين منظمات حقوق الإنسان ومن يهتمون بالعدالة الإنسانية؟ إلى التغريدة التالية. في هذه التغريدة نقرأ ما كتبه يحيى السنبل، يقول: ارفعوا أصواتكم من أجل خلاص إخوانكم في سجون الحكومة الطائفية العنصرية التي تأتمر بأوامر الفرس والتصدي لمشروع حكومات الاحتلال باعتقال الأبرياء من العرب السنة والتضييق عليهم لتشريدهم ومصادرة أرضهم وإلغاء دورهم السياسي والاجتماعي في العراق. الآن إلى التغريدة الثالثة. سلوى تكتب: جرائم حكومة عادل عبد المهدي وميليشيات التبعية الإيرانية زادت من عدد المعتقلين ومن التهذيب ومن الأفعال المشينة بثلاثة أضعاف. إلى التغريدة الأخيرة المختتمة بهاشتاج سجون الموت في العراق، وكتبها عباس. يقول عباس: كل الكلام عن المعتقلين الرجال، أما موضوع النساء المعتقلات والأطفال دون 18 فهؤلاء موضوع آخر يشيب له الولدان. هذا كان رصد لجزء من رد الفعل العراقي على ما يحدث ببعض سجون الموت كما وصفوها في هذا الهاشتاج أو الوسم الإلكتروني.